لو احنا بصينا كده على النافذة بتاعت الريفت بلاقي هنا دي الواجهة بتاعت الشغل زي اللي كانت خالص، بلاقي قايمة معروفة اللي هي قايمة بروبرتيز. لو هي مش موجودة باجي من قايمة فيو يوزر انترفيس واعلم على بروبرتيز. تمام، طيب ايه حكاية قايمة بروبرتيز؟ هي نفس اللي موجودة في الكاد. اول ما تقف على اي عنصر بيبدأ يجيب لي الخصائص بتاعته. يعني دلوقتي واقف على دكت هيقول لي ده ريكتانجل دكت، نوعه او التايب بتاعه ماتيريال البو تايب، ودي الخصائص بتاعته. تعال نشوف ايه الخصائص بتاعته. هنا بيقول المحاذاه ايه، الاوفست ارتفاعه عن سطح الارض ايه، موجود في انهي ليفل، الستارت اوفست بتاعته من كام والاند اوفست بتاعته بكام. هما الاتنين زي بعض فما فيش سلوب. لو في مثلا سلوب زي مصير الصرف هيقول لك السلوب قد ايه. هنا نوعه سبلاي اير. تعال نقف على حاجه تانية مثلا زي الكيبورد تري او دي لايتنج. اه تعال نقف على اللايتنج مثلا، هجيب لي دي خصائص اللايتنج. بيقول لي دي لمبه اسمها بندت لايت لينير تو لامب لمبتين مع بعض 2400 ام ام 277 فولت. تمام، دي الهوست بتاعها نوت هوستد يعني محطوط على ايه. الاليفيجن بتاعها 300. السويتش اي دي مرتبطه باني سويتش، مش مرتبطه لسه. تمام، لسه مش مخطوبه. اللود البانل قد ايه، سيركت نمبر. اه يعني مثلا ممكن المارك مثلا تخليها مثلا ايه 2 2 2. لو هي اللون رمادي يبقى انت مش هينفع تعدل فيها. تمام، ممكن تعدل فيها مثلا انت تربطها بدايره. هو قال لي الرقم ده في دايره تانية واخداه فما ينفعش الاثنين يكونوا نفس الرقم. تمام، الفيس كرييت يعني الفيس كرييت يعني هل ده حاجه بتتعمل جديده ولا اكسيستنج. يعني ممكن يكون عندي مشروع في جزء مبني جاهز مبني فعلا وفي جزء لسه بنبنيه، فاللي مبني ده فعلا اسمه اكسيستنج، اللي لسه مبني نيو كونستراكشن. تمام، طيب بلاقي هنا السيركت. لو الملف ده سنترال ولوكال وشغالين في موضوع السنكولايزيشن هطلع لك هنا ايه حاجه اسمها ورك سيت. تعرف دي على انهي ورك سيت وتعرف المالك بتاعها مين. الكتريكال داتا بيديني خصائص الداتا. الاذر السكادوال ليفل هتحط في انهي سكادوال ليفل. تمام، وبعد كده لما تيجي تبص هنا بتلاقي اه ده في حاجه هنا غريبه قوي. ايه دي؟ اللون الرمادي ده ده اسم الفاميلي، ده اسم الفاميلي. ما ينفعش اختار فاميلي، لازم اختار تايب منها. ممكن يكون الفاميلي فيها تايب واحد زي دي يبقى هتروح مختار، ما ينفعش اختار الفاميلي، اختار التايب اللي جواه. هنا في 2 تايب ممكن تختار واحده فيهم. ممكن يكون في 20 تايب موجود في قلب الفاميلي تختار واحده منهم واحده. تمام، طيب لو انا عايز اعدل في بعض الحاجات خصائص بتبقى موجوده للعنصر. يعني ايه؟ يعني دي الخصائص بتاعت العنصر بتاعتها هنا. طب في خصائص متعلقه بالتايب، يعني ايه يعني لو اتعدلت فيها هتعدل في الاربعه التانيين. اعدل في التايب ازاي؟ بقول اوديت تايب. الخصائص اللي هنا اللي في الاوديت تايب دي، الخصائص اللي في الاوديت تايب دي خصائص متعلقه بكل اللوند او كل الفاميلي تايب اللي موجوده في المشروع. يعني اي عنصر موجود في المشروع ده كله اسمه ام بندت لايت وهو التايب بتاعه 2400 277 فولت، اول ما هقول له ايه التايب واعدل هتعدل فيهم كلهم. يعني لو كلهم مثلا قلت له ان مثلا وليكن مثلا ايه الدروب فروم سيلينج قد ايه تعدل في كله. هينزل عن السيلينج قد ايه، دي اللمبه دي متعلقه فبظبط بعيد عن السيلينج قد ايه. الخواص دي كلها متعلقه بالتايب، اول ما اعدل فيها تتعدل في كله. تمام، طيب لو انا عايز اعمل تايب جديد بقول له دوبليكيت وغير الخاصية. يعني ده مثلا 277 أقول لا خليها مثلا 180. تمام، أوكي، وأشوف فين اللي هي 279 وأخليها إيه 180 اللي هي دي، أقول له دي 180 وأقول له أوكي. دي هتنفصل عن الدائرة بتاعتها لأن هي خلاص بقى ليها خاصية ما ينفعش تخش في ده. تمام، انا واحده بقى اللي انفصلت اللي انا واقف عليها. بس لو انا وقفت على دي وقلت له غيرها، غير لي نوعها من 2400 ل 180، من 279 ل 180، خلاص دي كمان هتخرج من الدايره. تمام، انما لو جيت كده وقلت له دي طيب وعدلت اوتوماتيك، يعني جيت على واحده منهم دي مثلا ومن غير ما اعمل دبليكيت منها، يعني انا ما عملتش دبليكيت وغيرت اوتوماتيك من 279 دي ل 180، هتروح مصرف المشروع كله.
فالمشروع كله كل اللوند منفصل عن الدوائر، فتلاقي ايه كل كل الكهرباء كل باظت. دايرة واقفة على كل واحدة لوحدها عشان أغير التانية. او ممكن تعمل حاجه، تروح واقف على دول كده مجموعة ورا وتروح قايل له دول ان اللي هم على الطيب الجديد، وأدوس على كنترول وأدوس عليها وتروح منقلهم للطيب الجديد. تمام. طيب لو انا مش معامل سيلكت على اي حاجه، ده كده بيجيب لي خصائص الفيو اللي انا واقف عليه ده، يعني زي ايه نوع ايه ده نوع 3D. الفيو سكيل بتاعه كام؟ 1 لـ100 الخصائص اللي موجوده هنا. طيب دي الليفل اهي، البارتس فيزابل. تمام. لو في بارتس اللي هي اجزاء، تشوفها ولا ما تشوفهاش؟ تشوف، هتشوف البارتس لوحديها ولا تشوف كلها على بعض؟ الفيزابيلتي اللي هي الفي في، الفي في دي خاصه بالفيو اللي انت واقف عليه بس، مالهاش دعوه ببقيه الحاجات. ديفولت اناليز، الفيو كلاسيفيكيشن، هل ده ارتكشر ولا ميكانيكال؟ بص لما اقول له ميكانيكال هتلاقي حاجات اختفت، يعني في يعني الحيطان دي ما بقتش سوليد، بقيت تقدر تشوف اللي وراها. تمام. بيركز على الميكانيكال، بيخلي الحيطان شفافه بحيث ان انت تشوف شغل الميكانيكال. الميكانيكال واخد دقه، واخد 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 اسمها بيروتي اكتر. تمام. بلامينج. تمام. بلامينج قريب من الميكانيكال. تمام. وبرضه ده بيفيد ان انت ممكن لو انت عندك، تعالى نفتح البروجكت براوزر، من ضمن المزايا في 2014 ان الاتنين دول بقوا مع بعض. تمام. ممكن اجي هنا على بروجكت براوزر، خليه تحت كده. بص البروجكت براوزر ده نركز عليه. لو انا جيت هنا وقلت له انا عايز اعدل في الفيوهات، الفيو هنا اسمه ادفانسد. تمام. ممكن اجي هنا اقول له تايب بروبرتس، هقول له ايه اعمل لي واحد، انا عايز اركز على التايب ديسبلين. ممكن اعمل واحد جديد اقول له دوبليكيت تايب ديسبلين 2. بمعنى ايه؟ هيقول لي رتبهم لحسب ايه. انا ممكن اقول له ما ترتبهمش خالص. اوكي، بقت الفيوهات كلها فوق بعض اهي. ممكن اقول له لا ايه، طيب اقول له لا رتبهم لي الديسبلين الاول. انا مش شايف، فصلت فلو شايف قول. طيب اهي. اوكي، يعمل ايه؟ حط له الديسبلين الاول نوعه ايه وتحتها الطيب، هل هو فلور ولا سيلينج ولا الحاجات دي. ممكن اقول له طيب بروبرتيس واقول له فلتر، فلتر لي انا مش عايز كل الشغل ده، انا بالنسبه لي مثلا عايز الحاجات اللي هي الديسبلين بتاعتها بتساوي الكتريكال. انا راجل كهرباء ما فهمش حاجه في الميكانيكا، فعايز اشوف الالكتريكال بس، فيبقى انا شايف الالكتريكال. تمام. واحد تاني ممكن يجي يروح مخصصها يقول له لا ده انا عايز مثلا التكييف او البرامج او المعماري، الحاجات دي. ماشي كده. طيب لو انا واقف في الفيو كده فاضي خالص، بيجيب لي بقى الخصائص دي. ماشي. من ضمن الخصائص قلنا الديسبلين، قلنا الفيو كلاسيفيكيشن بتاعه، سام بوس، ممكن اعمل سام بوس اشوف الشمس تبقى موجوده فين. تمام. في عندي حاجه اسمها فيو تمبليت. يعني ايه فيو تمبليت؟ يعني انا دلوقتي مثلا عندي 10 لوح لكل دور، عندي مثلا 10 ادوار كل دور ليه لوحه صحي. فانا عايز مثلا اقول له الصحي ده هنخليه كله مثلا على سبيل المثال، انا عايز اخلي اقول له كله صحي هيبقى فاين. راح قال لي لا ده خلي الـ10 لوح دول ميديم، فاضطر اتعدي على اللوحه لوحه. طب فرض بقى ان هو مش 10 لوح، ان هو مثلا 100 لوحه، فتلاقي الموضوع مقرف. فعشان كده بعمل حاجه اسمها تمبليت. يعني ايه تمبليت؟ يعني بقول له تمبليت فيو، يعني بقول له انا مش هعدل واحده واحده فيهم، لا ده انا هربطه مثلا بالصرف. فاول ما تعدل في الفيو تمبليت تعدل في 10 لوحه دول. تعال نشوف هتتعمل ازاي. هاجي مثلا هنا في الفلور بلان اللي هو رقم مثلا لايتنج دوت. ماشي ماشي، اللي هو اي واحد فيه اللايتنج، هقول له كليك يمين واقول له ايه كرييت فيو تمبليت، اعمل لي فيو تمبليت جديد اسمه لايتنج LIGH. تمام. اوكي. اللايتنج ده ليه خصائص ديت. بمعنى ايه؟ انا لو انا في اي فيو دوست كليك يمين وقلت له انا عايز الفيو تمبليت اللي اسمه لايتنج، يروح متطبق بكل الخصائص بتاعته. يعني خلينا اقول ان هو ده 150 مش 200، وخلينا اقول ان ده خليه شفاف شويه، وخليه اقول ان هو ده كورس مش ميديم، واقول له اوكي. تمام. هاجي على البيان اللي بعديه كليك يمين
واقول له ابلاي تمبليت بروبرتيز، يبقى خصائص التمبليت اللي اسمه ايه لايت. اوكي فهو ما احنا هقول لك بقى على طريقه تبقى اسرع كده، 1 ل 50 اهي. تمام، اذكر الكيمين واقول له ابلاي تمبليت بروبرتيز، ممكن اعلم عليهم كلهم، اقول له اختار اللايت. اوكي انا ممكن اعلم على 10 كده من هنا لهنا، كليك يمين ابلاي فيو تمبليت. تمام، بس انا عايز اخلي الموضوع اسرع واوتوماتيك، اروح مختار ايه فيو تمبليت. تمام، واقول له لايتنج لايت. تمام، واروح ايه مختار حاجه هنا ان انا جبتها من هنا، وقلت له فيو تمبليت نان، كده انا ربطته بيه، بحيث في اي وقت الفيو تمبليت اتعدل هو اوتوماتيك هيتعدل في الفيو. يعني لو انا جيت هنا في الخصائص دي وقلت له فيو تمبليت هو مربوط بنان، اقول له لا اربطه باللايت. اوكي، في اي وقت دخلت عدلت اللايت، يعني حتى ممكن مكالمة مانج ادخل اقول له عدل في التمبليت او مكالمة فيو، اسف فيو تمبليت اهيت، مانج فيو تمبليت، اجي هنا ادور على مقاسات اللايت اهي. تمام، عدلت انا شويه خواص هنا، خليت دي مثلا 1 ل 200، اوتوماتيك من غير ما اروح اقول له اقبل اتعملت في كله. يعني لو فتحت اي شيت فيهم خلاص، ما دام الشيت مرتبط باللايت هيتعدل فيه اوتوماتيك. تمام، هو ده لسه ما ربطناهوش. ده لسه ما ربطناهوش، هقول له ده اربطه باللايت. اوكي، اي حاجه مربوطه باللايت هتقبل الخاصيه بتاعته. اللايت هنا بكام؟ اللايت بواحد ل 200. اوكي، ايه 1 ل 200، ايه كانت مهنجة بس. تمام، بس في حاجة، ما دمت ربطته بفيو تمبليت معين ما ينفعش تعدل اي حاجة فيه. لما تيجي تعدل هنا في الفي في تلاقيها مقفولة، فانت لو في اي لوحة فتحتها ولقيتها مقفولة، الفي في مقفولة، تعرف انها مربوطة بفيو تمبليت، فكده تروح تعدل في الفيو تمبليت نفسه، او تيجي على الفيو تمبليت تقول له لا انا مش عايز يبقى مرتبط بحاجة، انا عايزه نان. اوكي تمام، دي فكرة من حكاية الخصائص وحكاية البروجكت براوزر.